نشوفوا شحال عندهم شي موهبه شي نكته شي اغنيه ولا شي منشود. ما عندكم والو؟ واخا نشوف الفرق ديالك اوسام. إذن أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تي في في البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتي. بطبيعة الحال فمدينة مرتي اليوم كتحتفل بالعيد هنايا بمدينة مرتي، والإشارة في هذا العيد ديال مدينة مرتي فهو كيحاول أنه يجمع كل سكينة مدينة مرسيل بالرفقة الأطفال ديالهم. بطبيعة الحال في هذا الحفل كيتخلل واحد المجموعة ديال الأنشطة الثقافية ديال الموسيقى لإبراز المواهب، وكذلك بعض المرافق المخصصة للألعاب للأطفال، وكذلك لوحات فنية لكن فنانين تاهما كيشاركوا في هذا يعني هذا الحفل الباهج. بطبيعة الحال فمعنا حسن الفينالي فهو صاحب الفكرة وصاحب هذا الحفل اللي كما قلنا متتبعي قناة شوف تي في فهو يعني الدورة الأولى ديالو. بطبيعة الحال فالفكرة كيفاش جات أن يعني احنا كنعرفوا بأن مدينة مرتيل عندها ارتباط يعني في إطار التوأمة في إطار اتفاقيات مع مجموعة ديال المدن الإسبانية، فمجموعة ديال المدن الإسبانية فهي كتنظم مثل هاد الأعياد. بطبيعة الحال فمدينة مرتيل نظرا للتقارب الجغرافي ديالها وكذلك يعني بعض الجمعيات اللي كتنشط وعندها اتفاقيات مع بعض الجمعيات الإسبانية فالفكرة من هنا بدات. وبطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا متتبعي قناة شوف تي في فكاين فضاءات مخصصة للأطفال هنايا للعب، وكذلك كاين مسابقات ثقافية وفنية لإبراز مواهب الأطفال هنا بمدينة مرتيل. يعني أجواء جميلة أجواء رائعة هنا بمدينة مرتيل، وللإشارة فيعني مع نهاية هذا الحفل فغادي يكون يعني غداء جماعي لكل ساكنات المدينة. مرحبا بقناة الشعب شوف تي في اللي حضر معنا اليوم في عيد مرتي الأول في ستاد البويبلو. هذا الحفل هذا مستحدث هنا بشمال المملكة المغربية وهو عرف معروف بالمدن الإسبانية، واحد اليوم ديال المدينة واحد احتفال لكي يم سكينة المدينة تحت سقف واحد، تآزر تأخي تكافل كيجلسوا مع بعضهم كينغنيوا مع بعضهم ينجزوا مع بعضهم يتغداوا مع بعضهم، هذا في إطار التمغربي ديالنا. بغينا يرجع هادشي هنايا في مدينة مرتين أو في تيتوان أو في جميع المدن المغربية، يرجع عرف سنوي يعني أي مدينة تحتفل بالعيد ديالها. علاش نحتفل بالعيد ديالها؟ لأن نحن في حاجة ماسة ندرعوا بعضنا نعنقوا بعضنا كمغاربة نحبوا بعضنا نخرجوا نرجعوا للزمن الجميل اللي كان الجار كيدوق على الجار ديالو والجارة كتدوق على الجار ديالها وولد الحومة كيهز وصلة الخبز وصلة الفران ديال الجارة ديالو. هذا هو الهدف هذا هو الغرض من هذا الاحتفال. نعم سيدي البشير، الغرض من هادشي هو اننا نشوفوا بعضنا من جديد نخرجوا من ديك الروتين اليومي للروتين القاتل للحياة النمطية. بغينا نحتفلوا مع بعضنا تحت سقف واحد كما قلت، نشوفوا الجيران ديالنا نشوفوا ولاد الحومة خرجوا عندنا نمشيو عندهم نصفيوا القلوب ونكونوا في أحسن حلة. وهذه هي مدينة مرتين المعروفة عليها بالتكافل والتأخي، وشكرا جزيلا لكل من حضر معنا. طبعا اليوم كاين الطقطقه الجماليه لانه احتفال شعبي محلي، وكاين كما شفتوا صبيحه الاطفال هنا لمينا الاطفال ديال المدينه اللي غيلعبوا اللي غينشطوا مع بعضهم، ومرحبا بالجميع. اخر نشاط كاين حفل فني بتكريمات بعض الوجوه المرتيليه اللي ساهمت، وعندنا حفل غداء جماعي لاول مره كيتنظم بمدينه مرتيل. يعني غنعملوا واحد لاباهيا لاباهيا كما كيقولوا الناس الداخل مع مجموعه من المنتجات السمكيه، واللي تبارك الله تكفي لي 500 600 شخص اللي نتقاسموا مع بعضنا الطعام والحديث. ومرحبا بالجميع، واللي ما شافناش يلتحق بنا هنا لعين المكان مرحبا به. مرحبا بكم.
متابعي قناة شوف تيفي لازلنا في هذا على المباشر. إذا لازلنا في هذا الحفل البهيج اللي كتشهدوا مدينة مرتين طبيعة الحال. فمعنا الأستاذ أمغوز اللي غادي يحاول يقربنا أكثر من هذا الحفل باعتباره أحد سكينة مرتين. السلام عليكم، مساء الخير. هذا اليوم هو يوم مشهود بمدينة مرتين، حيث أن هذا النشاط التربوي الرياضي الهادف جدا يعتبر لبنة لبناء مشروع أكبر. ولا تبعتوا المباشر وبالنسبة للناس اللي حاضرين كيلاحظوا مدى الشغف الحاصل لدى الأطفال بالمدينة ومدى الاعتزاز ديال الأمهات خصوصا المرافقات للأبناء ديالهم والأباء اللي كنشكرهم بزاف حيت جاو ودعموا هذا النشاط اللي يعتبر فعلا عيدا لمدينة مرتين. ونتمنى أن يستمر هذا العيد وأن يتطور نحو ما هو أجمل وأحسن، ونهيب بكل المؤسسات التعليمية للتنسيق فيما بينها لإعداد دورة ثانية من هذا العيد بشكل أجمل وأروع إن شاء الله. طبعا مدينة مرتين هي محتاجة دائما، أي ركن في العالم يوجد فيه طفل فهذا الطفل يحتاج دائما إلى فسحة غير الفسح التي يعيش فيها بشكل يومي كالبيت والمدرسة. ومرتين خاصة تحتاج بشكل كبير وقوي لمثل هذه المبادرات. كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تيفي في أجواء جميلة كتشاهدها هذا الحفل أو العيد الأول لمدينة مرتين. يعني كاين فرق موسيقية خاصة بالمدينة كما كتشاهدوا معنا في هذه الطقطوقة الجبلية اللي دائما كتكون حاضرة من خلال الأعراس والمناسبات والحفلات ديال ساكنة مرتين بطبيعة الحال. فالهدف من هذا العيد وهو أنه يجمع ساكنة مرتين يعني فضاء واحد، فضاء مفتوح طبيعة الحال. فخلال هذا العيد فغادي يتم من خلاله يعني تناول وجبة غداء يعني بشكل جماعي. نتمنوا إن شاء الله أن هذا الحفل أنه يساهم لا محالة في جمع يعني ساكنة مدينة مرتين
وداك الفرحه وداك التاخي ديال التاجر اللي كنا كنعيشوه في الاعياد خصوصا عيد الفطر وعيد الاضحى انه يرجع لهنا الاحضان ساكنه مدينه مرتين. وكذلك كنشوفوا الفرحه ديال الاطفال وهم كيرقصوا وهم يعني كيستمتعوا بالانشطه الثقافيه وبالموسيقى وبهذا التراث يعني ديال الطقطقة الجبلية بسبب قناة شوف تيفي. نتمنوا يعني ان هذا العيد انه يرجع مرة ثانية في الدورة ديالو الثانية لان الحفل وهذا العيد فهو كان ناجح في الدورة ديالو الأولى ولما لا ان مثل هذا الحفل انه يتعمم على باقي مدن الشمال القريبة خصوصا مدينة تطوان مدينة المضيق ومدينة الفنيدق. إذا متسبعي قناة شوف تيفي إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باعتبارك انك تشاركتي بمجموعه ديال الانشطه، كيفاش جاك هذا الحفل هذا وهذا النشاط؟ واش مختلف تماما؟ في شي حاجه كتميزو على باقي الانشطه وباقي الحفلات اللي حضرت؟ تحيه لك الاخ وتحيه لشوف تي في وشكرا شوف تي في اللي كتشوفوها دائما معنا موجوده في اي مكان وفي اي بلاصه وفي اي زمان. تحيه لكم عاطره. كما قلت هذا النشاط هذا وهذه الصبحيه الكبرى اللي نظمت سي حسن الفلالي لاول مره كتكون نسخه ديالها في مدينه مرسيلو في مدينة المغرب هي نسخة ديالها لأن دار اسبانيا دار في اسبانيا ودمع من النسخة ديالها مرسيلو. كنشكر السي حسن وشكرا لهذا الجمهور الرائع وأيضا شكرا للأمهات وشكرا للمسؤولين اللي وقفوا معنا في حالة النشاط. خصنا دائما نشوفوا هذا النشاط، هذا النشاط يعني شغنقول لك كيتفوق على بزاف الأنشطة اللي شفتهم أنا واللي شاركتهم. هذا النشاط هذا كان رائع جدا، ديك الأطفال اللي قاموا بالمجهود ديالهم هما من جمعية النجوم اللي مقر ديالها في دار الشباب. وهذا الميساج هذا بغيت أي ساكنة مرتيل أو ساكنة تطوان اللي بغى يجي لدار الشباب، فدار الشباب مفتوحة للكل، يعني دار الشباب هي الأطفال فين يرتاحوا ويبينوا المواهب ديالهم، يعني الشباب تبارك الله عندهم مواهب ولكن ما كيجبروش فين غادي يبينوا المواهب ديالهم. كما شفتوا معنا كاين الاطفال صغارين كيغنوا فرنسية تبارك الله عليهم، وكاين بزاف ديال الحاجات اللي شناهم بحال المثال الاطفال اللي عملوا الرقصات وعملوا اللوحات. اذا شكرا شغنقول لكم هذا الشيء هذا خصنا دائما نشوفوه ماشي اول مره. وتحيه وتقدير وشكرا لك السي البشير وايضا شكرا لشوف تي في وشكرا للجمعيات المجتمع المدني كامل. تحياتي المتتبع قناه شوف تي في. نتمنى ان نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر والى بث اخر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.